فنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أولا البقاء لله في وفاة الراحل الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء لله، يعني بعزي نفسي وبعزي الوسط الفني كله والوسط الثقافي وجماهير مصر كلها وكل القنوات والمثقفين والشعب كله. الأستاذ وحيد حامد فقدنا النهاردة قامة كبيرة ما يتعوضش. كان إنسان حساس قوي، إنسان صادق قوي، ما كانش يعني يحط اسمه على حاجة إلا ما نبقى ضامنين. يعني كل الناس دايما نقول فلان كميته حلوة مع فلان، هو كميته مع كل الناس شيء صح. غريب جدا صحيح. مع كل المخرجين، مع كل الممثلين، مع كل الناس والإعلام والناس كله. يعني في ناس تبص تلاقيه فلان بينور مع حد معين، هو بينور مع، أو زي ما يكون هو اللي بينور عليهم كلهم. يعني هو اللي بيطفي لمسة صدق ونور وجمال وفهم للأستاذ وحيد حامد. أنا كان لي الشرف طبعا إن أنا فيلم واحد ولا أكتر؟ فيلم النوم في العسل. وللأسف الشديد اعتذرت له عن فيلم مرة، ما فيش داعي بقى وأقول اسمه ومسلسل بس كانت عشان عندي ظروف، إنما ما حدش يعتذر للأستاذ وحيد حامد. فكان هو زعلان جدا إن أنا يعني ظروفي اعتذرت ورغم ده ما كانش بيزعل. يعني كان بيقدر ظروف الفنان لأنه هو عارف كويس قوي إن أنا نفسي أشتغل بس ظروف خارجة عن إرادتي ما قدرتش أشتغل. الأستاذ وحيد حامد ما كانش يبخل بتهنئة لحد كويس. أنا لن أنسى لما اشتغلت في الناس في كفر عسكر، كنت عاملة دور حلو فيه، راح طالبني في التليفون وقال لي دلال بهنيك، أنت هايلة يا دلال، ويعني شجعني. وفي حديث الصباح والمساء فكان كل عمل أعمله لازم يكلمني ويقول لي دلال انت كويسه قوي في ده. فكان راجل عظيم وصادق، وبعدين كان عنده رؤيه مستقبليه في كل الاحداث زي ما بيقولوا، يشجع يعني الناس. يحب النجاح للناس، وبالتالي ما عندوش مشكله الناس كلها تبقى كويسه خالص، ما عندوش نفسنا يعني اقصد، او سيادتك بتقولي كده. ايوه خالص. يعني هو كفايه في مسلسل العائله، اول ما استبشر حكايه الارهاب وقدم كل الناس ووجوه جديده طلعوا على ايديك كتير جدا، وفي ناس بقى كانوا بيبقوا منورين قوي معاه. يعني كفايه لقاءاته مع الزعيم عادل امام صحيح. ومع الاستاذ شريف عرفه، سلسله من الاعمال عظيمه مع الاستاذ شريف عرفه، وكلهم يعني بارين بيه وحاسين بتاثيره عليهم. يعني الناس كلها حضرتك النهارده مش الفن بس، الناس العاديه لسه بكر، لانه الناس العاديه النهارده زعلانه قوي، لانه ده هو الجمله عنده في فيلم او في السيناريو بتاعه، وما اقدرش. يعني في اعمال كتير الواحد يقعد ايه يطوع الجمله كده عشان اعرف اقولها كويس، هو الوحيد اللي لما تفوت مني حرف اقول له لا الاستاذ وحيد كاتب ايه هنا، انا عايز اقولها بالظبط. يعني ما غيرتيش حضرتك، ما غيرتيش حاجه خالص. كأنه بيغزل، يعني بيعمل دانتيلا مش حوار عادي. طبعا في نجوم كتير تألقوا على ايديه، وزي يسرى بتعيلها ربنا يا رب يا رب ترجع بالسلامة. يسرى من اهم الناس اللي هو كان بيعتز بيهم جدا، دي معلوماتي يعني. طبعا وبعدين انا فرحانة ان هو اتكرم يا حبيبي في المهرجان صح القاهرة السينمائي الدولي. ف يعني هو كان ياخد حقه أكتر من كده كمان، بس يستحق كل تكريم وكل تفكير. فطبعا مش هننساب أعماله الجميلة، وألف رحمة ونور تنزل عليه. وبعزي طبعا الأستاذ مروان حامد، ابنه المخرج العبقري الجميل، ربنا يقويه يا رب ويعوضه خير إن شاء الله ويرحمه. خالص العزاء الأستاذ وحيد، الله يخليك، خالص العزاء لشعب مصر كله. بقال الفنان الكبير دلال عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا.